السلام عليكم. اليوم رانا 10 ماي، راني في الجزائر العاصمة حاليا، راني في الهوتيل في شراقة. لحقت اليوم صباح بالطيارة من حاسي مسعود. الآن علاه راني في الجزائر؟ لأنه غدا إن شاء الله الخميس تلقيت دعوة للمشاركة في مؤتمر دولي بعنوان الذكاء الاصطناعي في خدمة التربية. هذا الملتقى من تنظيم المعهد الوطني للبحث في التربية المعروف بإيانارو. هذا المعهد هو تابع مباشرة لوزارة التربية وجاي في العاشور اللي يعرف الجزائر. المديرة تاع المعهد هذا البروفيسورة برناوي بعثت لي دعوة للمشاركة في هذا الملتقى باش ندير مداخلة باللغة الإنجليزية حول الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغات. هناك عدة مشاركين من اختصاصات مختلفة من الجزائر ومن خارجها، والمداخلات راح تكون باللغة العربية الفرنسية والإنجليزية إن شاء الله. الآن علاه لقيت أنه هذا الملتقى مهم وما ترددتش في المشاركة؟ أولا لأنه هذا الملتقى من تنظيم مؤسسة تابعة لوزارة التربية. وش معناه؟ معناه أنه إن شاء الله النقاشات اللي راح تكون في هذا الملتقى حول الذكاء الاصطناعي في التعليم وفي التربية، وأيضا مخرجات وتوصيات هذا الملتقى، يمكن يكون لها مساهمة ولا تأثير ولو بسيط ولو صغير في سياسة التعليم في الجزائر في المدى القريب ولا المتوسط. لأنه ما يخفى لكمش مثلا أنه معهد الوطني للبحث في التربية ليانارو هو مثلا اللي يصادق على الكتب المدرسية في الأطوار الثلاثة قبل طبعها واعتمادها في المدارس. إذن هي مؤسسة عندها دور فعال في رسم خارطة التربية الوطنية في الجزائر. ثانيا نظن أنه اليوم نحتاج ملتقيات مثل هادو أكثر فأكثر، لأنه لازم نفتح نقاش حول استعمالات الذكاء الاصطناعي في التربية والتعليم. علاه؟ لأنه اليوم يمكن نقوله أنه خلاص عالميا دخلنا في عصر الذكاء الاصطناعي، The Age of AI، حبينا ولا كرهنا. إذا كان الأمر كذلك لازم نكون كأساتذة ومربيين ومؤسسة تعليمية ومسؤولين ومجتمع في الجزائر ككل مستعدين لهذا العصر. وش راح يجيب معه؟ مستعدين ليس فقط من حيث ولا من أجل ركوب الموجة ومواكبة التطور الهائل اللي صرا من أنه تشات جي بي تي جاء في ديسمبر، ولكن أيضا لمواجهة المخاطر والتهديدات نتاع الذكاء الاصطناعي اللي هي مخاطر وتهديدات حقيقية ويحذر منها كل علماء الذكاء الاصطناعي أنفسهم. على كل حال المداخلة تاعي راح تكون غدا صباحا إن شاء الله. طبعا إذا قدرت راح كالعادة ندير لكم لايف من الملتقى باش تاخذوا فكرة حول الموضوع وأيضا تتعرفوا على المعهد الوطني للبحث والتربية. شكرا ونشوفكم غدوة إن شاء الله. سلام. Peace.